متابعينا في المملكة العربية السعودية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم سادت أجواء حارة في عموم المناطق، تشكلت بعض الغيوم الركامية الرعدية فوق المرتفعات الجنوبية الغربية. هذه الأجواء الغير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية يتوقع أن تستمر خلال الأيام القليلة القادمة. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم العالية، كميات كبيرة من الغيوم العالية والمتوسطة في عموم المنطقة الجنوبية الغربية وعموم جنوب الجزيرة العربية، هي مؤشر على تواجد كميات كبيرة من الرطوبة في طبقات الجو العالية، وبالتالي خلال ساعات الظهيرة والعصر أي في ذروة الإشعاع الشمسي يتوقع أن تتشكل غيوم ركامية رعدية فوق المرتفعات الجنوبية الغربية وتعطل زخات رعدية من الأمطار تتجدد بشكل يومي خلال الأيام القادمة وخلال عطلة نهاية الأسبوع تحديدا. تفاصيل أكثر حول هذه المعلومة نستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع الأمطار المتوقعة من يوم الخميس وحتى يوم الأحد. يوم الخميس بإذن الله تبقى الأجواء غير مستقرة في عموم المنطقة الجنوبية الغربية تحديدا المرتفعات الجبلية وتعطل زخات رعدية من الأمطار قد تمتد بشكل محدود نحو سواحل منطقة جازان. تتجدد هذه الأحوال الجوية غير مستقرة خلال ساعات عصر وظهر يوم الجمعة في المنطقة الجنوبية الغربية، تشمل هذه المرة مدينة مكة المكرمة حيث تكون الفرصة الأفضل لهطول زخات رعدية من الأمطار خلال ساعات عصر يوم الجمعة، فيما يستمر الطقس مستقر في باقي المناطق. يوم السبت لا تغيير على الأجواء، نفس الأجواء الغير مستقرة في المنطقة الجنوبية الغربية والمستقرة والحارة في باقي المناطق. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور تكون الأجواء غالبا صافية 27 درجة مئوية الملموسة 26 الرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون خفيفة السرعة وبالتالي السحور في الخارج سيكون ممتاز. بالنسبة للثلاث أيام القادمة تبقى الأجواء مستقرة في العاصمة الرياض لكن حارة، تلامس درجات الحرارة العظمى 40 درجة مئوية، أما الصغرى تكون ما بين 26 و27 درجة مئوية خلال عطلة نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.